رفيع جدا آرون يفصل بين التعاون وخرق السيادة. يهو هيلو que puede ser representado por leyes internacionales que pueden proteger o violar la soberanía. هذه الهيمنة قادرة على أن تطوع كل المفاهيم حتى تلك المفاهيم التي هي أنشئت بالأصل ضدها في خدمتها، وما زال شعار فرق تسد ما زال شعارا قائما إلى الآن.